بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نور الملاحي. سورة الصف. من مقاصد السورة حث المؤمنين لنصرة الدين. التفسير: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. نزه الله سبحانه وتعالى وقدسه عما لا يليق به ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وقدره وشرعه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا بالله لم تقولون فعلنا شيئا ولم تفعلوه في الواقع، كقول أحدكم قاتلت بسيفي وضربت، وهو لم يقاتل بسيفه ولم يضرب. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عظم ذلك المبغوض عند الله، وهو أن تقولوا ما لا تفعلونه، فلا يليق بالمؤمن إلا أن يكون صادقا مع الله يصدق عمله قوله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب المؤمنين الذين يقاتلون في سبيله ابتغاء مرضاته صفا بعضهم جنب بعض كأنهم بنيان متلاصق بعضه ببعض. ولما ذكر الله القتال وامتدح المؤمنين المتراصين في القتال في سبيله، ذكر ما كان عليه أصحاب موسى وعيسى من مخالفة رسوليهما تحذيرا للمؤمنين من مخالفة نبيهم، فقال: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. واذكر أيها الرسول حين قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني بمخالفة أمري وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما مالوا وانحرفوا عما جاءهم به من الحق أمال الله قلوبهم عن الحق والاستقامة، والله لا يوفق للحق القوم الخارجين عن طاعته. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. واذكر أيها الرسول حين قال عيسى بن مريم عليه السلام يا بني إسرائيل إني رسول الله بعثني إليكم مصدقا لما نزل قبلي من التوراة، فلست ببدع من الرسل، ومبشرا برسول يجيء من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم عيسى بالحجج الدالة على صدقه قالوا هذا سحر واضح فلن نتبعه. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. ولا أحد أشد ظلما ممن اختلق على الله الكذب حيث جعل له أندادا يعبدهم من دونه وهو يدعى إلى الإسلام دين التوحيد الخالص لله، والله لا يوفق القوم الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي
إلى ما فيه رشدهم وسدادهم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريد هؤلاء المكذبون أن يطفئوا نور الله بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة ومن التشويه للحق، والله مكمل نوره على رغم أنوفهم بإظهار دينه في مشارق الأرض ومغاربها وإعلاء كلمته. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله هو الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، دين الهداية والإرشاد للخير، ودين العلم النافع والعمل الصالح، ليعليه على جميع الأديان على رغم أنوف المشركين الذين يكرهون أن يمكن له في الأرض. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، هل أرشدكم وأهديكم إلى تجارة رابحة تنقذكم من عذاب موجع؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه التجارة الرابحة هي أن تؤمنوا بالله وبرسوله وتجاهدوا في سبيله سبحانه بإنفاق أموالكم وبذل أنفسكم ابتغاء مرضاته، ذلك العمل المذكور خير لكم إن كنتم تعلمون، فسارعوا إليه. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وربح هذه التجارة هو أن يغفر الله لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ويدخلكم مساكن طيبة في جنات إقامة لا انتقال عنها، ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه أي فوز. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ومن ربح هذه التجارة خصلة أخرى تحبونها وهي عاجلة في الدنيا، أن ينصركم الله على عدوكم، وفتح قريب يفتحه عليكم وهو فتح مكة وغيرها. وأخبر أيها الرسول المؤمنين بما يسرهم من النصر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، كونوا أنصار الله بنصركم لدينه الذي جاء به رسولكم
مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ فأجابوه مبادرين: نحن أنصار الله. فآمن فريق من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام، وكفر به فريق آخر، فأيدنا الذين آمنوا بعيسى على الذين كفروا به، فأصبحوا غالبين عليهم.